رشيد، 2009 في النادي الأهلي جزيرة، بطولة كأس الاتحاد. السباحة بتنظم لي وقت في المذاكرة وبتديني وقت فاضي. أكتر حاجة صعبة في التمرين 30 في 50 حرة. فريق 2009 في بطولة كأس الاتحاد اللي فاتت دي، الحمد لله يعني ان هم حصلوا على المركز الاول، ولاد وبنات، وان شاء الله طبعا ليهم خطة بنعملها عشان خاطر يوصلوا لمستوى اعلى من كده ويفضلوا بنفس المستوى ده طول البطولات كلها. بنعمل طبعا بنعد برنامج للسباحين، في مهارات حركية ومهارات طبعا السباح بيكتسبها من خلال تعليمه للعمات كلها، وبنفضل يعني نسقلها لغاية ما نوصل بالسباح لأعلى مستوى احنا عايزين نوصله. طبعا ده بيبقى من خلال برنامج احنا بنعده، برنامج طويل المدى بيحقق إنجازات ورا بعضها، يعني زي ما نقول بنقول ايه، خطوة ورا خطوة كده يعني. كل مرحلة سنية للفريق بتبقى ليها متطلبات، في مهارات طبعا بيكتسبها السباح بنعلمها له، وبعد كده بنسقل المهارات دي وبعد كده بنمرنه عليها عشان يطور أداؤه، ومن خلال تطوير الأداء ده بيحسن رقمه تدريجي. وكل طبعا ما بيكبر الولد في السن احنا بنزود الصعوبة بتاعت المهارات وبنزود الصعوبة بتاعت المتطلبات بتاعته عشان خاطر يفضل ينجز في اللعبة دي. فطبعا بيبقى فيه مهارات حركية اللي هي بيتعلمها في الأول خالص، بعد كده هو بيخش في مرحلة اللي هي الناشئين، بعد كده بيخش في مرحلة المنافسات، بعد كده بيخش بقى طبعا لما بيوصل لمستوى عالي بيخش مع العمومي ويبدأ يشتغل على حاجة أعلى من كده بكتير. احنا اخترنا رياضة السباحة لأياد، واحنا في الأول هو لعب كذا لعبة حوالي 4 5 لعب، بس هو حسينا ان هو متميز في السباحة فركزنا في السباحة، واخواته كبار اصلا ابطال سباحه، مازن وزينه، فيعني احنا لينا باع في لعبه السباحه وفاهمين فيها اكتر، فخلينا اياد يلعب سباحه. اياد ممكن ما يركزش، ممكن يتفرج على التلفزيون كتير، ممكن يمسك الموبايل كتير، ممكن يمسك الايباد كتير، بس السباحه ساعتين تركيز وساعتين تدريب بيخلوه هو اكثر تركيز، ما بيتفرجش على التلفزيون كتير، بيركز في دراسته، فهي السباحة بتفيده جدا في حياته العملية كمان. يومه طويل شوية لأنه بيتدرب 6 مرات الصبح سباحة، يعني من كل يوم من الساعة 7 الصبح للساعة 9، وفي يوم أجازة، وبالليل 3 أيام بيتدرب فيتنس، فهو عنده معظم أيام الأسبوع أو أوقات الأسبوع هو بيتدرب يا سباحة يا فيتنس، فمتهيألي الوقت اللي باقي في أيام الأسبوع في الدراسة بيبقى للمذاكرة. تخصصي باك ومتنوع، دي دهب في 200 متنوع ودهب في 50 حرة تتابع، وفضة في 100 باك، وفضة في 50 تتابع متنوع، وبرونز في 50 باك. بالنسبة للمنافسات بيبقى الموضوع تدريجي، كل فترة سنية كل مرحلة سنية للسباح بيعدي بيها بنزود الـ 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 الشغل عليه، وبنهيئه نفسيا وبنهيئه بدنيا ان هو يستحمل الضغط الاكتر لغايه ما يوصل لمرحله معينه، خلاص هو بيبقى عارف طريقه وعارف سكته فبيمشي فيها على طول. احنا بنهيئ السباحين عشان خاطر ان هو بيلعب في الاول وفي الاخر رياضه، في الاول وفي الاخر رياضه، لازم يقبل الهزيمه، ولما يبقى في مكسب او وصل لمستوى معين او وصل لمركز كويس بنحط في الاعتبار ان هو ما يتغرش، وانه بننمي فيه الحته دي ان هو يقبل الخساره ويقبل النقد او نقد البناء،
وما يحطش في دماغه ان هو بقى بطل فيتغر فبعد كده يبقى ما يقبلش ان هو ممكن يتهزم او ممكن يخسر او ممكن يخش مثلا في 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 اي ظروف تحصل له مثلا ولا اي حاجه يقوم يتحرق نفسيا. لا احنا بنعده ان هو بيلعب رياضه اول في الاول وفي الاخر فيها مكسب وفيها خساره، لازم يقبل ده المكسب ويكسب، وزي ما قبل المكسب يقبل الخساره. بالنسبه للنجم على الطريق بالنسبه لي انا، عندنا السباح اياد محمد، ده سباح موهوب اكتشفنا فيه مواهب كتير جدا، ممكن يوصل في يوم من الايام ان هو يوصل العالميه، يوصل الاولمبيات، سباح موهوب بكل المقاييس. المهارات الخاصه باياد هو من 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 الناحيه النفسيه، هو بيحب جدا اللعبه ونفسه ان هو يوصل في يوم من الايام. بالنسبه للموهبه النفسيه او النواحي النفسيه بالنسبه له، هو حابب ان هو يكون بطل في اللعبه دي وان هو يوصل لاعلى مستوى في اللعبه دي. هو عنده مهارات وعنده موهبه بدنيه بتؤهله ان هو يكون في يوم من الايام بطل اولمبي. اياد من السباحين الملتزمين جدا في التدريب، من ناحيه حضوره والتزامه بمواعيد التمرين، التزامه في التمرين نفسه باداء التمرين على اكمل وجه، التزامه وعلاقته بزمايله في التمرين بتقول ان هو في يوم من الايام الولد ده هيبقى في حاجه كويسه، ان هو هيوصل في يوم من الايام ان هو يبقى بطل. سلوكه وتمرينه والتزامه في التمرين بيقول ان الولد هيبقى كده. علاقتي بزمايلي في التمرين بنشد مع بعض وبنساعد بعض في كل حاجه. نفسي ابقى زي اخويا الكبير مازن. تحفيز بيرجع لوالدته اكتر، يعني هو لو ما بينزل بطولات وبيجيب ميداليات هي بتجيب له هدايا، بنشجعه بحاجات بسيطه عشان يجي التمرين وعشان يحب التمرين، بس هو اصلا هو حابب التمرين وحابب السباحه، احنا ما نقدرش نزرع فيه الحكايه دي. والله احنا بنحفزه لان احنا هو اياد اصغر من ان هو يجي التمرين لوحده، فاحنا اذا كنت انا او مامته بنجيبه التمرين الصبح وبنستناه وبنرجعه بعد الظهر، فمتهيألي دي اكتر حاجه ممكن ان حد يصحى الصبح ويجيبه التمرين وبتاع، هو دي اكتر حاجه متعبه في السباحه، بس بعد كده لما بيكبر بيعتمد على نفسه. حضوره بقى واثبات شخصيته واثبات نفسه في السبق نفسه في البطوله ده موضوع تاني خالص. اياد من السباحين الفايت جدا في السبق، سباح صعب انه يتهزم، يعني كير جدا ان هو ما يتنزلش عن الميداليه الذهبيه. حصل اي مشكله، حصل اي حاجه خلته مثلا يتراجع، مثلا ياخد فضه او ياخد برونز، بيعيد تاني يشوف المشاكل اللي عنده ايه ويبدا يشتغل عليها، ويبدا يطور من نفسه ويبدا يعني يحاول ان هو يدعم نقط القوه ويحاول يعالج نقط ضعفه ويشتغل عليها، ودي من اهم المميزات اللي بتميز بطل على الطريق، يعني ان هو يكون في الاتجاه ده. مقاوماته الجسمانيه بتؤهله ان هو يكون سباح كويس. الاطراف الطويله، يعني القوام المتناسق، المرونه، الرشاقه، عنده جزء من القوه،
عنده كمان فكر وعنده خلفيه رياضيه، واخواته كانوا ابطال، فهو مؤهل ان هو يمشي في الطريق ده ويوصل للنجوميه. أكثر نصيحة أنا بوجهها لإياد إن هو يعني يهتم بالتدريب بتاعه ويهتم بالمذاكرة بتاعته، وإن شاء الله يبقى كويس، سباح كويس ويتعلم كويس. السباحة فرق كتير. إياد الأول كنا بنحس إن هو طفل وهو صغير، هو طفل بس كان سلوكياته طفل. لما ابتدى يتدرب وابتدى يعتمد على نفسه وابتدى يكسب بطولات ويجيب ميداليات، حسينا ان هو طفل او 10 سنين، بس تركيزه بقى اكتر وكلامه بقى اكبر، وحسينا ان هو كبر بدري شوية. نفسي ابقى زي مايكل فيليبس عشان هو سباح متنوع ومعاه اكبر عدد ميداليات في العالم. في الاول وفي الاخر بحب اقول لاياد ان انت يعني نجم على الطريق ونجم قوي جدا، وان شاء الله ربنا هيكرمك وتوصل للي انت عايزه.